على غرار أفلام الخيال العلمي، أزمة دبت بين عملاقي صناعات الطيران والفضاء وكالة ناسا وشركة بوينغ، بعدما نقلت صحيفة نيويورك بوست وقوع مشاجرات وصراخ بين مسؤولي الشركتين خلال اجتماعهما الأخير الذي خصص لمناقشة خطة استعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو الماضي بسبب أعطال في كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة الطيران الأمريكية، تمثلت في تسرب الهيليوم وفشل تشغيل 5 من محركاتها الدافعة البالغ عددها 28، ما حال دون عودتهما على نفس الكبسولة إلى الأرض، ما قد يدفع رائدي الفضاء للبقاء في المحطة الدولية لمدة 8 أشهر بعدما كان من المفترض أن يبقيا فقط لثمانية أيام حتى يعودا في فبراير 2025 ضمن مهمة كرون 9 لسبيس إكس.